ازاي دخل كابتن لطيف شيخ المعلقين الاذاعه المصريه؟ وازاي بعد ثوراته وجولاته في الكره المصريه ومع المنتخب في اول كاس عالم اتجه للتحكيم وقعد فيها قد ايه؟ وخد الشاره الدوليه في قد ايه؟ وازاي اثر في كابتن ريكس في مسيرته المهنيه؟ تفاصيل كتير هنعرفها النهارده في حلقتنا من برنامج ورا الشبابيك. حكاية النهاردة حكاية مختلفة، حكاية طريفة، وهي دخول كابتن لطيف محمد لطيف شيخ المعلقين، وده ذكره في كتابه الكرة حياتي اللي بيرصد فيه 80 سنة من الكرة في مصر. ازاي دخل الاذاعه المصريه؟ البدايه كانت في احترافه في الدوري الاسكتلندي. في الفتره ديت هو كان مصاب، فدعاه كابتن ريكس او مستر ريكس زي ما هو كان بيقول، ان هو يقعد في المدرجات ويتفرج على مباراه قويه بين فرقتين. وهو مستر ريكس بيقوم بالتعليق الصوتي ل 24 كفيف في المدرجات. مستر ريكس بدا يتكلم في الاجواء، في الجو، في دخول اللاعبين، في الاستاد، ساعته، الناس مليانه ازاي، كان بيوصف لهم وصف دقيق لكل حاجه. فهو المشهد ده فضل عالق في ذهنه فتره طويله جدا لغايه لما جه مصر. كابتن لطيف في البدايه خالص اول ما بدا كره القدم بداها في المدارس، ويمكن يدين بالفضل الاستاذ حسن حجازي ان هو خده النادي المختلط وهو نادي الزمالك حاليا، وقعد يلعب هناك 16 سنه. يمكن هو من اللاعبين القليلين جدا اللي شاركوا في مونديال ايطاليا سنه 1934. كابتن لطيف لما اعتزل كره القدم فكر تفكير جدي ان هو يبقى حكم دولي، واشتغل بالفعل حكم وحصل على الشاره الدوليه وحكم مباريات داخل مصر وخارج مصر. في يوم فوجئ بالاستاذ علي خليل بيدعوه ان هو يجي يقدم بعض الفقرات الصباحيه التي تتناول الرياضه المصريه في الاذاعه المصريه، وكان ساعتها بيعلق على التمرينات اللي بتتعمل، بعض المباريات في كره السله بعيده تماما عن كره القدم، وكان اجره في الحلقه 50 قرش. وفي يوم طلبوا منه ان هو يعلق على مباراه كره قدم. كانت مباراه كره القدم لاول مره كان منتخب القاهره ومنتخب الاسكندريه، وبدا يعلق عليها بطريقه مستر ريكس. وهو قال ساعتها ان مستر ريكس كان بيقدم فقرات او بيقدم تحليل مكفوفين، وانا بقدم في الاذاعه لناس مش شايفاني. ومن هنا بدا ينجح نجاح باهر جدا في التعليق الاذاعي، وهو لم يكن المعلق الاساسي او المعلق الاول في الاذاعه المصريه، فقد سبقه مجموعه من المعلقين، ولكن اسلوب كابتن لطيف فرض نفسه على الجميع. واول ما تم بناء التلفزيون او مع دخول التلفزيون قام بالتعليق الصوتي على مجموعه كبيره من المباريات. يمكن كابتن لطيف صاحب اشهر جمله اتقالت في كره القدم، الكوره جوال. كابتن لطيف لم يكتفي بهذا المشوار الرياضي، سواء كان لاعب او حكم او حتى معلق رياضي، بالعكس ده اتجه الى التمثيل، ومثل بالفعل في فيلم حديث المدينه سنه 64 امام مجموعة كبيرة من اللاعبين، وكان طالع في دور رئيس النادي وبينصح أحد اللاعبين بالالتزام. وبعد كده هو طلع في أكتر من فيلم كمعلق رياضي، منهم الصيف لازم نحب ومجموعة من الأفلام الأخرى اللي ظهر بيها في شخصيته كمعلق. وعندما حاول البعض إن هو يخليه يمثل كتمثيل حقيقي على الشاشة أو يظهر بشخصية كممثل، رفض تام وقال أنا الكرة حياتي وأنا بعلق بس. دي حكايتنا النهاردة عن كابتن لطيف واتجاهه للعمل الإذاعي والإعلامي. انتظرونا في تفاصيل كتيرة جدا في برنامجنا ورا الشبابيك.